بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسول الله خير معلم للبشرية وعلى آله وصحبه أجمعين. الأساتذة الأكارم، السيدات والسادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أنا محدثكم عدنان قلعجي من فريق التقديم في منصة أريد العلمية أن أرحب بكم جميعاً في هذه المحاضرة العلمية التي تأتي ضمن فعاليات منصة أريد العلمية تحت عنوان الاقتصاد البنفسجي واستدامة تنمية الهوية العربية والإسلامية. هذه المحاضرة تسلط الضوء على أحد أهم المواضيع التي تمس واقعنا الثقافي والاقتصادي، حيث يتقاطع الاقتصاد البنفسجي مع استدامة الهوية العربية والإسلامية، ويمثل نموذجا حديثا في التنمية الاقتصادية المستدامة. إن موضوع اليوم يستعرضه لنا الدكتور طارق حمدنا الله أحمد، وهو من كبار الخبراء في مجال البيئة والتخطيط الاستراتيجي، حيث يمتلك سيرة علمية مميزة وحافلة بالإنجازات. الدكتور طارق حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة نظام البيئة وفق معايير آيزو 14001، وله خبرة تزيد عن 34 عاما في العمل البيئي والبحث العلمي، حيث شغل المناصب قيادية واستشارية في عدد من المؤسسات الوطنية والدولية. عمل مديرا لإدارة تقييم الأثر البيئي في ولاية الخرطوم، وكان نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم أيضا، كما شغل منصب مدير إدارة الموارد الطبيعية والتخطيط العمراني، وقدم العديد من الاستشارات في مجال التنمية البيئية المستدامة. والدكتور طارق لديه أكثر من 30 ورقة بحثية قدمت في مؤتمرات وندوات علمية، وشارك في العديد من المشروعات الكبرى المتعلقة بتخطيط المدن، المياه والطاقة المتجددة، كما أنه عضو في عدد من اللجان الوطنية والدولية المعنية بالبيئة والتخطيط، وشارك في وضع استراتيجيات وطنية ودولية لتقليل مخاطر الكوارث والتكيف مع التغير المناخي. في هذه المحاضرة سيتناول الدكتور طارق محاورا هامة تشمل مفهوم الاقتصادات الملونة، مثلث التنمية المستدامة، ودور الاقتصاد البنفسجي في التخطيط المستدام وحماية الهوية التراثية والثقافية للمجتمعات، كما سيقدم لنا نتائجا وتطبيقات حقيقية للاقتصاد البنفسجي في تعزيز التنمية المستدامة، والتي يمكن أن تكون مرشدا لنا في تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على هويتنا الثقافية. أرحب بكم مجددا وأدعوكم للاستفادة من هذه الجلسة العلمية المهمة، سائلا الله أن يوفقنا جميعا لما فيه خير مجتمعاتنا ومستقبلنا. ونحول الكلمة الآن لسعادة الدكتور طارق، فله الصلاحية كاملة، فتفضل مشكورا مأجورا. تفضل دكتور، لكم الصلاحية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب بالحضور جميعا والأساتذة الكرام، وأحييك أستاذ عدنان قلعان، وأنت دائما ترفرنا بحديثك الطيب العلمي الممتاز، يعني وعبر هذه المنصة الكبيرة العريقة يعني بعلاقة أهلها ومؤسسها دكتور سيف السويدي، يعني صراحة وكبار العلماء الموجودين يعني صراحة على هذه المنصة العلمية التي كثير يعني ما أجد نفسي فيها، يعني صراحة من خلال الطرح العلمي يعني دائما اللي بيكون حديث، الطرح المتطور اللي يسعى لرفع كل أمتنا العربية والإسلامية دائما في منهجياتها، في أسلوبها، في أفكارها، في كل مناحي الحياة اللي يمكن نحن بنحتاج لها كأمة عربية وإسلامية. حقيقة منصة أريد منصة عريقة، أنا عجبتني جدا جدا، وأكيد حيكون لها دور من خلال الحديث، الناس حتلاحظ ذلك والحضور، أن هي يعني عندي بعض الاستفسارات في نهاية الختام المحاضرة المفاهيمية، أن فعلا حيكون لها إن شاء الله دور كبير جدا ورائد في نهضة الأمة العربية والإسلامية بإذن الله. فقدامة
حجم وثقل كبير جدا، يعتبره من المهام اللي ينتظرنا جميعا عشان ننهض وفعلا نفتخر بهذه الهوية اللي يمكن أرسى علينا إسلامنا العظيم. بارك الله فيكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا في خير البلاد والعباد. إذا تم الإبداء نبدأ بالمحاضرة مباشرة. نعم دكتور، تفضل. دكتور أشارك العرض من عندي أم حضرتك تشارك؟ نعم، شارك معي هنا. طيب تفضل. واضح كذا العرض ولا؟ نعم دكتور واضح، نعم تفضل طيب، معك الوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يمكن مسألة اللفظ نفسه، الاتصال بنفسه، نحن ما دايرين نكون كبقية يعني للأسف الشديد دائما نقول هذه بضاعتنا ردت إلينا، فنحن دايرين لازم نكون سباقين يعني في كثير من المفاهيم العلمية. يعني أنا يمكن آخر أو قبل الأخير من المحاضرات اللي يمكن كنت حضرتها مع منصة أريد، في شخص يمكن سأل أسئلة عن تأصيل بعض المفاهيم بالذات مفاهيم الأيزو، فدي استدعتني أنا يمكن الواحد يفتهم يمكن هذا المجال، وكان له الحمد لله بفضل الله صاحب يعني فهم وفكر لي كثير من يعني بعض الدول. يعني واحد طرح هذا المنهج وهذا الفهم الاقتصادي اللي يمكن قد شخص يمكن قد يقول غريب كلمات بنفسجي وهذه الألوان يعني. فعشان كده أنا طرحت هذا الفهم كنوع من أهداف التنمية المستدامة يمكن الناس لاحظت فيها وتعريفها جد جيدا يعني. لكن حزنت جدا لما الآن إحنا زي ما ذكرت دائما بنكون كنص بنحاول نرد أو نؤصل لكثير من المفاهيم اللي بتحاول تأتينا ربما من الغرب، ونحن نحاول ندافع عنها، ونحن عندنا هويتنا العربية والإسلامية العريقة والأصيلة وضاربة الجذور يعني. فعشان كده جاءت هذه المحاضرة كنوع من المفاهيم اللي ظهرت حديثا، ولا بد كدول عربية نحن نهتم بهذا الفهم العميق القوي اللي فعلا بيعكس أصالتنا. يعني يمكن زي ما ذكرت هذه محاضرة مفاهيمية في الأساس، تتحدث عن يعني مفاهيم الاقتصاد الملون، هي مفاهيم اعتبرها يعني كثير من خبراء الاقتصاد شات الأقدار الواحد يعني يجتمع بهم ويقابلهم سواء كان في منتديات علمية أخرى، فهو يستغرب للمسميات هذه، كلمة اقتصاد ملون أو اقتصاد بألوان مذكورة كاملة، فهم طبعا ربما لأنه فهم جديد يعني وطرح جديد ظهر حديثا. نحن شيلنا هذه المفاهيم و بالذات في هذه المحاضرة وخدناه في المعيار بتاعنا نحن كدول عربية إسلامية كجاهد مفاهيمي أنه أنهض به بهذا الجانب الاقتصادي المتركز المستأصل في الجانب بتاع ثقافاتنا العربية الضاربة الجذور، حتى لا نتأثر اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا. الشيء الثاني التحول لتشجيع هذا النوع من أنواع الاقتصاد على أساس أنه أن نعمل على استدامة وتنمية الهوية العربية حتى لا تنطمس، والعمل على تقليل الهدر في الموارد لأنه له ارتباط كبير جدا، طالما أنا قلت اقتصاد له ارتباط كبير جدا بمواردنا الطبيعية والماثل أمامنا وظاهر مهددات التغير المناخي، ودي يمكن أصبحت يعني مشكلة يكاد تكون محلية وإقليمية ودولية تؤرق كل أنحاء العالم وعندها ارتباط بهذا النوع من أنواع الاقتصاد. يعني المحاور يمكن هتحدث عن هذه المحاضرة المفاهيمية، أول شيء مفهوم الاقتصادات الملونة ما هي؟
لماذا ملونة هذه؟ وكثير من الاقتصاديين ربما أكاديميا يكونوا درسوا الاقتصاد بمفاهيمه، سواء كان الاقتصاد الكلي ولا الجزئي وكمفاهيم الأخرى، لكن كلمة ملونة زي ما ذكرت أنها قد تكون شوية غريبة عليهم، لأنها عندها ارتباط بالجانب البيئي، ارتباط كبير جدا جدا. الشيء الثاني مثلث التنمية المستدامة اللي هو الآن كل العالم يتجه، ولعل ممكن منصة أريد كان لها يعني عبر علمائنا الكرام كان لهم محاضرات ممتازة جدا عن مسألة التنمية المستدامة، سبقوني فيها. فربما نحن لا نقول مثلث الآن، ربما أصبح 4 أضلاع وليس 3 أضلاع في التنمية المستدامة. أيضا مسألة الاقتصاد نفسه البنفسجي وهويتنا التخطيطية المستدامة، هويتنا التخطيطية سواء كان للمدن والعربية والإسلامية، مسألة الهوية التراثية بتاعتنا والثقافية لمجتمعاتنا اللي نحن متجذرة فينا هذه الهوية والتراثية بعمق كبير جدا جدا، حتى لا تتأثر بما يحدث الآن في العالم من يعني نعتبر يمكن نقول العولمة اللي ربما قد تتأثر كثير من هويتنا بالذات الجانب الثقافي. يعني يمكن أن تكون بعض النتائج تطبيق الاقتصاد البنفسجي المستدام في بعض الدول، يعني هنشير لبعض الدول اللي يمكن طبقت هذا المفهوم ونجحت فيه نجاح كبير جدا، حتى من ناحية بتاعت جانب مالي، يعني تحدث اقتصاد أيضا تحدث عن جانب المالي. يعني فمدخل تمهيدي لهذا النوع من الاقتصاد، أول شيء أبدأ بكلمة التنمية. فالمؤسف جدا أنه البيئة والتنمية ظلوا في صراع دائم في فترة الستينيات، ما كان في تصالح مع الطبيعة، كان في استنزاف كبير جدا جدا للموارد الطبيعية، كان في استخدام للمواد الكيميائية، كان في يعني كثير من الملوثات اللي كانت ظهرت بالسطح وأثرت على البيئة عموما. كثير من الناس بينظروا، وللأسف دي أشياء يعني واجهتني أنا أثناء تقديمي لكثير من المحاضرات والأوراق العلمية، أنه ينظر لكلمة البيئة كرفاهية علمية ليس إلا، وده شيء مؤسف جدا جدا. لكن المشاكل البيئية هي أصبحت الآن المشاكل اللي فعلا أصبحت تؤرق كثير من الدول، و نتيجة لهذه المشاكل البيئية كانت في أزمات عالمية كبيرة جدا وظهرت بينا، ممكن الناس كلها في الحضور يعرف هذه الأزمات الكبيرة العالمية، في جزء منها كان متصل بالغذاء، في كان جزء متصل بالجانب بتاع الطاقة أو الوقود، في جزء كان معلق بالمياه العذبة، وفي واحد من هذه الأزمات كان متعلق بالجانب الاقتصادي أو المالية، وبالتالي كان هنالك تأثير على المجتمعات سواء كان محليا وإقليميا ودوليا. الأزمات العالمية طبعا هنا أي نظام معروف فيه input مدخلات في بروسيس، لا أي شيء موجود هنا في الكرة الأرضية، أنظمة نظام الغابة، نظام المساكن، النظام الكائنات الحية الأخرى، فدائما بيكون في جانب بتاع input process output، فأي انحراف أو انعطاف عن هذه المنظومة يؤدي إلى حدوث أزمة دائما دائما. عشان كده جاء تعريف بعض هذه العبارة عن انعطاف أو تحول بيهدد لنا النظام أو استمراره أيا كان نوع من أنواع هذه الأنظمة، نظام الاقتصاد أيضا. فإذا نظرنا أنه كانت في 2008 في أزمة مالية، في أزمة غذاء، في أزمة تقلبات مناخية، وأخيرا قبل 4 سنوات كانت عندنا يعني جائحة ضخمة جدا أثرت على اقتصادات العالم ككل. فالأزمة الاقتصادية يمكن كانت في عام 2008،
في الخبير السويسري ماتيس، ده مختص في اقتصاد البيئي، طبعا في الاقتصاد البيئي، في المحاسبة البيئية، في تثمين الموارد الطبيعية، كل ده موجود يعني. فقال ان الضغط اللي حصل على الموارد الطبيعية كان هو القوة الدافعة اللي يمكن ادت لهذه الأزمات الاقتصادية الكبيرة العالمية اللي يمكن ذكرتها يعني. في مفكرين اقتصاديين أرجعوا هذه الأزمات اللي يمكن حدثت في العالم نتيجة لعدم الاهتمام بالبعد الثقافي الذي يميز كل دولة خلال مجتمعاتها. ديل مفكرين اقتصاديين أرجعوا هذا المفهوم يعني. في الأزمة الاقتصادية يمكن للأسف الشديد في زيادة سكانية الآن معروف، وفي زحف على المناطق الحضرية، وبالتالي في استهلاك كبير جدا للمحاصيل، وبالتالي ارتفاع الأسعار، وبالتالي أصبح غير متاح. دكات 2007 2008 يعني متقاربة مع الأزمة الاقتصادية المالية نفسها. كانت برضو استخدام للمواد الكيميائية الخضراء، أو استخدام الكيمياء الخضراء، الكيمياء الخضراء أنا بحاول أعالج بها مشاكل بيئية، أنتج بوليمرات من النشا، الذرة، الوقود الحيوي والإيثانول. لو كثير من الدول اتجهت نحو الوقود الحيوي كبديل للوقود الأحفوري لهذه المشاكل البيئية، وبالتالي أصبح هنالك يعني مساحة لزراعة هذه المحاصيل في غير موضعها الأصلي، نفترض الغرض الأساسي اللي هو مسألة الغذاء، بالتالي كانت في مشكلة غذائية. الأزمة برضو للمناخية دي ما زالت حتى هذه اللحظة، وما زالت تقام لها المؤتمرات الدولية، كونفرنس في بارتينوس اللي هو الكوب، فدي ما زالت حتى الآن موجودة، والعالم تؤرق، وارتفاع درجة الحرارة ده نتيجة لحرق الوقود وقطع الغابات والزراعة غير المستدامة. دي كلها أنشطة اقتصادية. طيب زي ما قلنا بتؤدي إلى زيادة ثلثي الكربون، بالذات في مسألة تقلبات المناخ، وظاهر حتى في دول أوروبا نفسها يعني. الآن كان في قبل سنوات جفاف في بعض البحيرات أو الأنهر، كانت هناك في ارتفاع درجة حرارة عالي جدا في بعض الدول الأوروبية، وفي بعض البحار بدأت تختفي يعني، البحار المغلقة زي بحر آرال. هذه كلها أزمات فعلا كان لها دور نتيجة لاستنزاف هذه الموارد الطبيعية. جائحة كورونا يمكن ضربت الاقتصاد العالمي بصورة كبيرة جدا جدا يعني، وهددته يعني، وبالتالي يعني بدت من الأسرة وحتى المجتمعات على نطاق العالم، ودي يكاد الفترة الوحيدة تعافى فيها النظام البيئي حسب الصور اللي وردت من ناسا. يكاد دي الفترة الوحيدة، فترة كورونا هذه الفترة اللي حصل فيها تعافي للبيئة يعني، بالذات الغلاف الجوي وغيره، نتيجة اللي وقف حركة الاقتصاد عموما يعني. زي ما قلت ما كانت في نوع من الرشاقة الاستراتيجية، ما كانت موجودة يعني، يكاد كان في ركود كامل لكل الأنشطة، وبالتالي نتيجة ما كان في نوع من الاستراتيجيات البديلة للتقلبات المفاجئة، ما كانت موجودة يعني، وبالتالي أصبحت كثير من هذه المشاكل البيئية الناتجة بالاقتصادات ذات الأثر البيئي السالب، سواء كان قطاعات نقل عام أو قطاعات رعاية صحية أو تعليم أو إسكان أو زراعة، استخدام مبيدات وأسمدة ومنظمة نمو وغيره، والهندسة الوراثية وما شابه ذلك، وأنظمة الطاقة، ده كله برضه القطاع الصناعي سواء كان تحويل غذائي، صناعات إلكترونية ثقيلة، والصناعات الدوائية، هذا النشاط كله عمل مشاكل ومخاطر اقتصادية واجتماعية وبيئية أصبحت خطيرة على الأجيال الموجودة حاليا وحتى في المستقبل. هذا النوع من الاقتصاد ذكرته كله
سابقا ده النموذج الاقتصادي الطاقي الآن وما زال اللون سمي باللون البني ما ذكر سابقا. كل من هذه الآثار السالبة من كل القطاعات سمي بالاقتصاد البني، وده الاقتصاد للأسف ما زال حتى هذه اللحظة مؤثر على بقية الأنشطة الأخرى، يعني طاقي على أي اقتصاد نوع آخر، يعني فمدمر معروف للبيئة. الاقتصاد البني يعني ظاهر الآن زي ما قلنا في الوقود الأحفوري والفحم والنفط والغاز، وما زال زيادة أو ما زالت الزيادة بتاع تركيز المستويات بتاعة الغازات الدفيئة المسبب للتغير ما زالت للأسف مستمرة. يعني كثير من الدول ما زالت جرين هاوس غازز ما زالت مستمرة للأسف الشديد، وبالتالي أصبح كوكب الأرض في مشكلة كبيرة خالص إذا ما الناس انتبهت لهذه الأنواع من الاقتصادات الملونة، يعني وتمشي على الاقتصاد البني المدمر ده بقدر الإمكان تحاول توقف من حد. يعني حتى مجال المياه، ما مجال الهواء والجرين هاوسز، حتى مجال المياه نفسه يعني الاقتصاد البني اللي هو المياه الملوثة وغيره ومياه الصرف الصحي ومياه الصرف الصناعي، هذه كلها أصبحت تنصب في الجانب بتاع هذا النوع من الاقتصاد المؤثر جدا جدا على البيئة، وبالتالي كان هنالك يعتبر استنزاف لهذه الموارد الطبيعية في هدر في الاستخدام أو استهلاك هذه الموارد، في تقلص لهذه المساحات الخضراء والأراضي الزراعية. فنتيجة لأن حتى الفهم بتاع المدن، لأنه زي ما ذكرت أن في زيادة سكانية في زحف على المدن، أصبح تنشأ أو كثير من المدن تنشأ على حساب الرقعة الزراعية، وبالتالي يدخل من ضمن هذا النوع من الاقتصاد اللي هو الاقتصاد البني. كذلك التأثير على الجانب زي ما ذكرت المناخ. طيب هذا الاقتصاد لما ظهر فعلا بطريقته دي جاءت مبادئ، أو في ناس سألوا أن يضعوا مواثيق دولية ومبادئ بقدر الإمكان لقانون دولي للبيئة، لكن قبل ما نقول هذا القانون الدولي للبيئة وقبل ما تجي هذه الوثائق يعني الاتفاقيات وغيره، يمكن الهدي النبوي الشريف سبق كل هذه الأشياء. فلو كنا فعلا نهتدي بهذه الأحاديث النبوية التي تتحدث عن عدم استنزافنا للموارد، وكذلك الآيات القرآنية التي تحدث عن خلافتنا في الأرض ونحافظ على هذه الموارد وحق الإنسان أن يعيش في بيئة سليمة خالية من التلوث، لما كان حدث هذا. يعني نمشي كدول في هذا النوع من الاقتصاد البني اللي هو المدمر للبيئة، وبالتالي حتى في الهدي النبوي نجد مبدأ التنمية المستدامة قبل ما يمكن جاء مسألة مؤتمر ستوكهولم وغيره. المسؤوليات المشتركة في مجال حماية البيئة نفسها، يعني مهما كان كلنا المجتمع ككل قاعد في بقعة أرضية واحدة، وكل المجتمعات تقع في كتلة أرضية أو كرة أرضية واحدة، كلنا في يعني كرة واحدة، فبالتالي أي واحد فينا يؤثر على الآخر. وكان فعلا جاء مؤتمر ستوكهولم واللي يتحدث عن مسألة معالجة الاقتصاد البني، لكن زي ما ذكرت أنا طبعا ستوكهولم كان 72، أنه كثير من المفاهيم اللي تظهر حقت أو تحقق كثير من هذه المبادئ، مبادئ زي ما قلت الهدي النبوي وسنتنا الشريفة وقرآننا الكريم ذكر. فأنا كنت دائما يعني زي ما قلت احنا ما دائما نقول هذه المطاعات ردت إلينا، بقدر ما دائما احنا نكون فعلا كدول عربية وإسلامية نكون نحن السباقين في مثل هذه الأشياء، نكون احنا الرائدين في العالم في مثل هذه المفاهيم في مبدأ التنمية المستدامة، يعني وبقدر الإمكان زي ما ظهرت بهذا المفهوم، مفهوم أن يكون هنالك تجانس ما بين المجتمع والبيئة والاقتصاد زي ما قلت مثلث
ثلاثي الأفضل، بيتحدث عن الجانب الاقتصادي والبيئي والاجتماعي. ده كل موجود فيه، يمكن الهدي النبوي، يعني الأبعاد الثلاثة الموجودة دي: إيقاف تبديد الموارد الاقتصادية الباطنية والسطحية، استخدام العقلاني للإمكانيات الاقتصادية، وإذا كان جانب بتاع بعد اجتماعي اللي هو عدم تدمير البيئة وغيره، نلقى الهدي النبوي والهدي القرآني موجود. وإذا كان مسألة تتعلق بالبعد البيئي من عدم استهداف هذه الموارد الطبيعية، وبالتالي أنا بقول التنمية المستدامة عندما أتت، ونحن ممكن موجود حضور معانا ما شاء الله فطاحلة في مسألة التنمية المستدامة، نحن بقول لماذا لم نستخدم يعني ونلتزم بهذه المفاهيم اللي للأسف جاءت في 1972 أو 92 في ريو دي جانيرو؟ لماذا ونحن قبل 14 ألف قرن يعني؟ فدي كلها أسئلة. الإنسان مستخلف في الأرض، مسؤول عن إدارة هذه الموارد بشكل مستدام ورشيد، إني جعل في الأرض خليفة يدل على ضرورة الحفاظ على هذه الأمانة، يعني حتى أمانة، يعني إن أراد الأمانة تقسم الأرض والجبال فأبينا يحملنها، وحمل الإنسان إنه كان من جهولة بمعنى لا. فدي أمانة، يعني كونه نحن تكون عندنا هذه الموارد وللأسف الشديد نستخدم بهذا الأسلوب غير الرشيد، ويطلع ما يسمى بهذا النوع من الاقتصاد المدمر للبيئة، وهو الاقتصاد البني. الاعتدال والتوازن، القرآن الكريم: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ده مبدأ يشجع على استهلاك الموارد بطريقة حق الاحتياج الحالية دون الإضرار بفرص الأجيال القادمة. فبالله ما يعني بكل يعني ما أوتينا من علم وغيره في مسألة التنمية المستدامة، والله ما أظن نحن هذا القرآن وهذه الهدي النبوي الكريم نحن نبدأ نصل به مهما يكون، يعني فإنه من الله سبحانه وتعالى من رسوله الكريم. مبدأ عدم الإفساد في الأرض، عدم التلوث والإضرار، ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها، الحفاظ على الموارد البيئية والموارد الطبيعية، وتحسين من التنمية. الكلام ده كله خاش في اقتصاد البلدي، كله أنا دار حفظ على البيئة من هذا النوع من الاقتصاد المدمر للبيئة. العدالة الاجتماعية، مسألة الزكاة والصدقة اللي هو التوازن الاجتماعي، تطلع بتاع التنمية المستدامة الموجود. فبالتالي فعلا نحس أنه نحن الأهداف دي عندنا أصيلة ومتجذرة فينا كأمة عربية وإسلامية. ومن هنا ننتقل لبقية الأنواع الأخرى من الاقتصادات. ده اقتصاد شامل للأسف. الاقتصاد الجاية حاولت بقدر الإمكان تعالج هذا النوع المدمر للبيئة ولتوابد حتى توازن الكرة الأرضية نفسها، يعني انا في بعض المقالات بتابع وكالة ناسا دائما، يعني انه بتقول لك هنالك انحراف في محور الكرة الأرضية، يعني نتيجة لفقد التوازن، بعض التوازن. انا اتمنى من كل شخص لو حصل يرجع لهذا الموقع بتاع وكالة ناسا يشوف هذه المعلومة، يعني ولم نتيجة لوجود عدم اتزان في مسألة الملوثات وتجي عليها المجال المغناطيسي وغيره. يعني فهذه الاقتصادات الملونة ده نموذج من الاقتصاد، النوع الاقتصادي برأيي دائما الجانب البيئي في كل أنواع الاقتصاد الملونة، دائما تنظر للجانب البيئي فيه واستدامة المجتمع. فعشان كده هذه الاقتصادات يعني قد نراها في مفاهيم تدل بخلاف ما ننظر له نحن كبيئيين او كناس مختصين في الجانب البيئي. فده اول واحد من انواع الاقتصادات. انا طبعا لازم اشوف الاقتصاد حتى اجي اخيرا للبنفسجي، اللي هو الاقتصاد الابيض. ومن الاسم قد يدل على ذلك يعني الرداء الابيض الذي يرتديه الاطباء و اللي كان ناس بيكونوا في الجانب والمجال الطبي والرعاية الشخصية والخدمات الصحية، والموظفين بصورة عامة يعملوا في هذا المجال
الطبي اللي هو دي كان المفهوم الأول له، كان مفهوم أنه خش في المجال بتاع الصحة والمجال بتاع الخدمات الطبية والصحية. لكن أخيرا 2015 قبل 9 سنوات في بروفيسور دوغلاس، يعني للأسف إحنا كنا دايرين الناس يعني شادي، يعني إحنا تكون تجي مننا إحنا كدول عربية إسلامية هذه المفاهيم، يعني لما نجي للحتة دي بالذات الاقتصاد الرقمي، يعني الاقتصاد الرقمي اللي هو التكنولوجيا الرقمية والإنترنت والقيمة الاقتصادية، ولعل المنصة أشارت في كثير من محاضرات إلى هذا الجانب، و يعني الخدمات المالية الرقمية، الدفع الإلكتروني، حتى المنصات الرقمية التي تربط بين المشترين والبائع، وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. ما شاء الله المنصة رائدة في هذا المجال، منصة تريد يعني الذكاء الاصطناعي يخش في هذا النوع من الجانب الاقتصادي اللي هو الاقتصاد الابيض، فالعملات الرقميه. فبعدين حيكون في تداخل بينه وبين البنفسجي في اشياء معينه جدا، فده يسمى بالاقتصاد الابيض. في اقتصاد نوع ثاني اللي هو الفضي. الفضي ده يعني ده للناس اللي تزيد اعمارهم عن 50 عام. فبالله عليكم، اليس الاسلام ونحن كدول عربيه اسلاميه عندنا نحترم الرجل الكبير والكبير في السن، ما كان اولى يكون هذا النمط الاقتصاد نحن كدول عربيه اسلاميه ان نخترع ونضيف هذا الاسم والمسمى؟ يعني بيهتم دائما بالناس اللي اعمارهم تجاوز 50 عام، كبار السن او في الحدود دي، يعني عندهم نوع معين من الادوات المحتاجه لها، نوع من انواع النقل، الاسكان، التعليم بتاعهم، حتى جانب توظيفهم، رفاهيتهم، صحتهم، رياضتهم، السياحه الصحيه بالنسبه لهم في هذا السن. اليس كان من الاجدى ونحن كمسلمين عندنا اهتمام بالرجل الكبير ونوقره ونحترمه وغيره، وليس كان هذا افضل؟ نجي لاقتصاد آخر من أنواع الاقتصاد الملونة وهو الذهبي. هذا الاقتصاد دائما أتى ليعالج الآثار المدمرة للاقتصاد البني، اللي هو مسألة الطاقة، استخدام الوقود الأحفوري، عدد السيارات أصبح عدد كبير جدا، ما قاعدين نحاول يعني بركز. كان في ورقة علمية سابقة عن وسائل الآثار البيئية وسائل النقل، يعني لماذا ما نركز على وسائل النقل العامة الكبيرة؟ يعني في استهلاك ضخم جدا للوقود الفوري، في استهلاك كثير من هذه الأشياء المبددة للطاقة، فما يعالج إلا هذا النوع الاقتصاد الذهبي، وهو المعني بطاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة المد والجاذب وما إلى ذلك. الاقتصاد الأحمر للأسف أقرب ما يكون إلى هذا البني المدمر، ده بس يعني ينظر إلى الإنتاج الضخم واستهلاك شعبي واستغلال للعمالة للأسف الشديد، ودائما نكون دول قابضة، كدول قابضة على هذا العمل، فللأسف ما عنده اهتمام بلا ناحية اجتماعية ولا بيئية، ما يجعله نظام اقتصادي غير مستدام، ضغط على العمال والسلع بالتالي يؤدي لانخفاض الهوامش في الأرباح للأسف الشديد يعني. وأغلبه دائما يعني دائما يقول لك هو اقتصاد بيركز على خفض التكاليف الإنتاج بقدر الإمكان، نفس اللحظة أضغط على العمالة وعنده موارد بيستخرج أو يستخدم الموارد وللأسف ينتج نفايات، يعني متشابه مع الاقتصاد البني هذا النوع الاقتصادات بخلاف سلبياته الكثيرة الأخرى يعني. وهو زي ما يقول هو يمكن عليه الصبغة الماركسية اللي هي مسألة الاستخدام الاستغلال الإنتاج بصورة شاملة، نفس الوقت الضغط على العمالة بصورة كبيرة جدا.
الاقتصاد الرمادي ده ما يكون ظاهر للدولة، كثير من هذا النوع من نوع الاقتصادات ما ظاهر، خفي، عشان يسموه اقتصاد خفي. أنشطة اللي ما بيكونوا مسجلين، اللي في بعض الدول ما بتكون مسجلة مثلا الباعة المتجولين وعمار المصانع وأشياء زي دي غير مسجلين، وبالتالي نجد أنه الناس اللي تخرجوا من الضرائب نردوا للأسف، يعني خاشين في هذا النوع وهذا النمط من أنواع الاقتصاد، بالتالي يكون عنده تأثير على الناتج المحلي الإجمالي. في الاقتصاد الأسود، السوق الأسود معروف، يعني التجارة بالمال غير الطرق المشروعة، تجارة المخدرات، فده كله أكثر خطورة وضررا من الاقتصاد الخفي للأسف الشديد. يعني إذا الاقتصاد الأخضر هذا أضخم أنواع الاقتصادات اللي حاولت بقدر الإمكان تحارب وتقاتل هذا النوع من الاقتصاد البني اللي يمكن دمر هذه الموارد الطبيعية، وبرز في 20 أو 2012 يعني على مستوى العالم، هو منخفض الكربون فعال من حيث الموارد شامل اجتماعيا، ويحقق أهداف التنمية المستدامة 17 مذكورة زي هي موجودة يعني، فبالتالي يعني كان له دور كبير جدا هذا النوع من أنواع الاقتصادات. مكوناته دائما تكون في الطاقة المتجددة، عمارة الخضراء، جرين بيلدينغز، إدارة المياه بشق أنواعها، وإدارة المخلفات. فيمكن أتمنى أنه منصة أريد لحبذا لو كان هنالك من علماء الموجودين الآن متخصصين في هذه المجالات، والله أنا أتمنى لو كله، يعني لأن المجال الآن لا يتسع، يدينا يعني محاضرة عن هذه الأنواع من مكونات الاقتصاد الأخضر، سواء كان في الطاقة المتجددة أو الجرين بيلدينغز أو الإدارة بتاعت المياه أو إدارة المخلفات. الاقتصاد الدائري هو جزء يكاد يكون قريب له منه يعني، فده برضه من مضاف للاقتصاد البني، هو يكاد جزء يكون يعني. في ناس اعتبروا انه الاقتصاد الاخضر هو الجزء الكبير، الدائري ده جزء منه، فبيقلل من استخدام الموارد، وفي نفس اللحظه بالحلقه دائريه، ما بكون هنالك يعني انبعاثات مثلا كربونيه او تلوث وغيره، زي ما شفنا هنا الاقتصاد التقليدي لاي ماده او لاي دوره بتاعت ماده موجوده، يقول لك تيك ميك يوز ديسبوز بوليوت، لو استوى الدائره عكسه، ميك يوز ريوز ري ميك اند ري سايكل، ده اقتصاد الدائري، وجزء يكاد نعتبر جزء من الاقتصاد الاخضر. في الازرق ده المعني بالبحار وما تحويه من مكنونات ده، والاراضي الرطبه نفس الشيء، ف ده اكثر يعني بالذات مصايد الاسماك وملك الوظائف، اي واحد فهم عنده وظيفه، الاقتصاد الازرق عنده الوظائف الزرقاء اللي هم الناس الصيادين وغيره. نجي لاقتصادنا الاساسي ومحاضرتنا الاساسيه اللي ما ذكرناه سابقا، كله معني بالاقتصادات الملونه والتنميه المستدامه، و في ارتباطات ما بين الاقتصادات واقتصاد واقتصاد اخر. نجي لهذا النوع، ممكن اعتبره من مربط الفرس اننا في هذا اللقاء، وهو البنفسجي. طبعا في واحدين ربطوه بهذه الزهرة السجاو والجوان يسموها، في ناس ربطوه ببعض العادات والتقاليد، فهو عرف بأنه نابع، اقتصاد نابع من موروث حضري هربا وحضاري، اختلاف بين اللفظتين حضري وحضاري، يشير للتراث المادي والمعنوي تم توريثه عبر الأجيال في إطار مدن وحضارة. ده اقتصاد
البنفسجي للاسف، اللي نحن اكثر دول يكاد في دول العالم عندنا موروثات حضاريه وحضاريه قيمه جدا جدا في عالمنا الاسلامي والعربي يعني في شتى بقاع القرانيه. عندنا معالم معماريه تاريخيه كبيره جدا في الدول كلها، عندنا عادات سمح جميله وتقاليد وقيم تميزنا عن كل الحضارات. للاسف انا كنت بحضر بعض المؤتمرات الدوليه، في كثير من الدول بتحاول تعرض ثقافات الاوروبيه، للاسف من حيث بقيمنا نحن الجميله الطيبه الاصيله من خلال عرض هؤلاء هذه الدول، نلقى عندنا فعلا عندنا اصاله وعندنا فعلا جذور عريقه جدا، موروثات اخلاقيه حميده. يعني شاهدت في كثير من المؤتمرات في الدول الاوروبيه، فاثناء كنوع من الانشطه مصاحبه للمؤتمر في جهات من الدول بدات تعرض ثقافتها، للاسف يعني ما تتناسب مع نحن تقاليدنا ولا عاداتنا. فزي ما انا حاجه لقدام نحن استخدمنا هذا الاسلوب في الدول العربيه الان واصبحنا نتجه عليه، فدي عندنا عادات وتقاليد سمحه جدا جدا كنوع من انواع الثقافات بتاعتنا، وبالتالي تدخل في مفهوم الاغتصاب البنفسجي. نشأ وين؟ للأسف الشديد نشأ عام 2011، لكن في أي دولة؟ فرنسا. للأسف يعني عشان كده ليه؟ جو كثير من العلماء حاولوا يحاوروا في هذا المفهوم ويأصلوا له بحيث يكون يدي الفهم فهم حميد وفهم جيد جدا أفضل مما كان سبب نشأته. فنشأ كان يعني معني بالجانب بس بتاع المرأة فقط في 2011 بس. نعم الإسلام احترم المرأة وادى قيمتها وادى وضعها كامل، لكن كان ده المفهوم الأول الصحابي للأسف. لكن كثير من الناس حاولوا يغيروا في المفهوم وحاولوا يدمجوا الثقافة والتراث مع الاقتصاد، عشان كده اعتبروا الربع الرابع او الضلع الرابع للتنميه المستدامه هو الثقافه، اعتبروها كده كثير من العلماء. فلا بد يكون في نواحي الحاجه لنماذج اقتصاديه لازم تاخذ في الحسبان الاستدامه الثقافيه جنب الى الاسلاميه والاقتصاديه. اهدافه حمايه الهويه الثقافيه اللي هي دمج التراث الثقافي المحلي في المنتجات والخدمات، بالتالي حافظ على التنوع الثقافي والهوية المحلية، وأنا أستفيد منه في التسويق لخلق قيمة مستدامة، أستفيد من هذه المنتجات في التسويق، وهذه المنتجات تباع بمبالغ ضخمة جدا جدا فعلا لها عائد مادي للدول. وما أحوجنا هذه الأيام في الحفاظ على هويتنا الإسلامية والعربية. تعزيز التنمية المستدامة من خلال استخدام الموارد الثقافية، مهرجانات، مؤتمرات، منصات وغير كل بشكل فعال ومستدام. تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. خلق فرص عمل، الصناعات الثقافية والإبداعية خاصة ما يسمى بالمدن الإبداعية توفر فرص عمل جيدة. اللي هي عندنا شركات، نلقى دائما في شركات كثير موجوده في الدول العربيه عامله في مجال هذه الصناعات، تحول المنتج الابداعي الى سمه قابله للبيع، وبالتالي المبدعين سواء كان من الحرفيين والفنانين وغير من كل انواع اشكال المنتوج الثقافي هم يسوقوا لهذا العمل، وانشئ ما يسمى بالمدن الابداعيه اللي يمكن يكون لها دخل مالي ضخمة جدا تساهم في اقتصاد الدولة المعنية. تحفيز الابتكار، دمج العناصر الثقافية مع التكنولوجيا والتصميم، وده من القاوة اللي قدام حنشير له، له دور كبير جدا في مسألة الذكاء الصناعي أو الاصطناعي في مسألة تصميم العناصر الثقافية. الترويج للسياحة الثقافية تدخل في هذا النوع من أنواع أو أهداف الاقتصاد البنفسجي، جذب المزيد من السياح. التنمية المجتمعية، تمكين المجتمعات المحلية، استفادة من التراث الثقافي تنميته،
يعزز الهوية والروح الاجتماعية، تعاون إقليمي ودولي، تبادل الخبرات. منصتنا دي تعتبر واحدة من أهداف هذا النوع من الاتصال، تبادل خبرات ثقافية، فنية، علمية، أيا كان نوعه. فالآن أنا أعتبر منصة أريد الآن هي ماشية على نفس هذا النهج وتحقق هذا الهدف. الهوية التخطيطية ده جانب آخر عنده يعني دور في الهوية التخطيطية من خلال الحلول المبتكرة والتصميم المبتكر المستمد من الطبيعة. أصبحت إيشو في التصاميم من المدن الآن موجودة نيتشر بيس سوليوشنز، حلول مستمدة من الطبيعة. أنا أستصحب مع الطبيعة في حل المشاكل، أو حتى لو دار أبني كثير من المدن، ودي بيدخل فيها موظفين الشغالين أو المهندسين أو المصممين، هم من ضمن الجوبس المعنية بالاقتصاد البنفسجي هي نفسها. يعني أي شخص مطور للمدن أو داخل في جانب التصميمي هو يعتبر داخل في الوظائف البنفسجية نفسها. الفضاءات العامة، الحدائق اللي بتعكس الثقافة بتاعتنا، الصورة دي أنا أعتقد في العراق، أنا أعتقد في كثير من المدارس التعليمية اللي تعلم الحروف العربية بنباتات، سموها الحديقة التعليمية، موجودة والناس تزورها وتشكل نوع من الأرباح المالية اللي تدور على الدولة، وبالتالي تعتبر استغلال هذه الفضاءات العامة بتعكس لي ثقافتنا. يعني أنا ممكن بدل هذا الكائن الطائر أخذ مثلا غزلان، أخذ أي نوع من أنواع الأشياء التراثية الموجودة، طبعا في ارتباط ما بين التنوع الحيوي، التنوع الحيوي والموقع الثقافة نفسها تحت المجتمع المحلي. يعني التراث الحضري، مواقع المعالم الثقافية والتاريخية، ما في أظن أعظم من هويتنا التاريخية نحن كمسلمين وكعرب موجودة عندنا. ما شاء الله هويتنا الثقافية والاجتماعية موجودة ضخمة جدا في شتى بقاع الأرض هنا موجودين. يعني تجدك في موروث حضري عندنا وتراث حضري موجود عندنا. التصميم بتاعنا العمراني كان ممتاز ورائع، تلقاه في عدة دول موجود فيها، تعكس فعلا إن إحنا كان لنا هوية بنفسجية بهذا المفهوم اللي إحنا أخذناه وديناه هذا الطابع. المراكز الحضرية، القلاع، المساجد، الأسواق التقليدية، الأسوار التاريخية، دي كلها دور تخش في الجانب بتاع الاقتصاد البنفسجي وماذا ارتباطه بالتراث الحضري. لقلعة مطرح سلطنة عمان اللي هي برضه رائدة، دولة رائدة بهذا المجال في مجال الاقتصاد البنفسجي، سلطنة عمان يعني كثير من المشاهد والقلاع المجيدة، الناس السياح، السياحة أنا بعتبرها جزء خشن من هذا النوع من أنواع الاقتصادات يعني. قلعة الجبوبي في اليمن ما شاء الله. يعني لو أي شخص دارس للجرين بيلدنس، نظام الليل، تصميم أنظمة الطاقة والبيئة في المباني، يجد في هذا النوع من التراث الموجود أو الأثر الموجود في هذه المباني أو هذه المباني. يعني الدارس للأنظمة العالمية اللي هو نظام الليل يجده في ممارسات القديمة الأصيلة في المباني نفسها. بالتالي تلقى تراثنا الحضري في كثير من بلدان العالم العربية الإسلامية، فاس، المغرب، القاهرة، عديد من المواد، اسطنبول، إسبانيا، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الأردن، كثير من هذه الدول، كثير من هذه الدول اللي إحنا أنا يمكن ما حاولت أسردها بالكامل، نجد في هذا الجانب العريض من الاقتصاد البنفسجي. مسجد ايا صوفيا روعة جانب مسجد الاقتصاد البنفسجي، المسجد الازرق تركيا، وزي ما قلت يمكن التراث بتاعنا الحضري تقاليدنا مجتمعاتنا ده بيعزز جانب السياحي بصورة عامة ويحقق هويتنا الثقافية. فلا بد أن نحن نحافظ على هذا الإرث وهذا التراث اللي استخدام هذه المبادئ التاريخية وهذا الإرث الحضاري، وبالتالي لا بد أن أشجع دمج المواقع في الخطط العمرانية الحديثة.
وده حادث الان في كثير من البلدان. يعني حسيت انه فعلا في توجه لكثير من الدول على هذا النمط من الاقتصاد. التكامل الاقتصادي يعني في زي ما قلت في التنميه المستدامه يحقق كل اهداف التنميه المستدامه انت لو مشيت على هذا النوع من التكامل مع تراثنا الحضاري والسلام. الابتكار والترويج للسياحه زي ما ذكرت سابقا. الهويه الثقافيه العربيه طبعا زي ما قلت مزيد من العناصر التاريخيه والدينيه واللغويه. عندنا اللغه العربيه لغه اصيله. لغه اصيله تشكل العمود الفقري للهويه الثقافيه العربيه الاسلاميه. يعني مهما يكن الانسان مهما كان في اي بقعه من بقاع الارض يقرا القران بلغتنا العربيه المعروفه يعني اياتنا القرانيه. فبالتالي هذه اللغه حامل للثقافه والفكره العربيه والاسلاميه ووسيله للتعبير عن القيم والادب المقدس. تلعب دور محوري في تماسك هذه الشعوب دائما. ديننا الاسلامي حامل برضه ما شاء الله هذه الهويه. الإرث التاريخي موجود عندنا ما شاء الله، يعني في خاصة العصور الذهبية للإسلام، كثير من علمائنا العمل في هذا المجال، الاقتصاد المنسجم، عاداتنا وتقاليدنا السمحة الجميلة، العمارة والفنون زي ما ذكرت، عندنا القصور وعندنا الحدائق الموجودة بتعكس جمال وتفرد التصميم والفنون الإسلامية، الخط العربي تقام له مؤتمرات ما شاء الله يعني. ورسوم زخرفية الآن أصبح الذكاء الاصطناعي له دور كبير جدا في هذا المجال تعبر عن هويتنا الثقافية. ما ليست زي ما قلت تعكس مظاهر الجمال فقط بل أيضا المعاني بتاعتنا الدينية والثقافية العميقة. الفلسفة الإسلامية دائما على التعالى تعزز العدالة والتوازن والرحمة كما ورد في القرآن الكريم ومبادئنا الأخلاقية السامحة جدا يعني التنوع والوحدة كلكم لآدم وآدم من تراب ما شاء الله. يعني هذه كلها يعني تنصب في نحن في القلب بتاعنا العريق المتأصل الإسلامي. تكامل الاقتصاد بنفسجي مع الذكاء الاصطناعي ذكرت قبل لحظات يعني في التصميم والإبداع نفسه للمنتجات للفنانين للمصممين كلهم بصورة عامة لهم دور كبير جدا جدا في عكس هذا الإبداع في التصاميم وفي تراثنا الثقافي في عاداتنا وحلول المبتكرة الجديدة. فعشان كده أنا بعتبر الذكاء الاصطناعي له دور جدا مساهم جدا في هذا النوع من الاقتصاد والتسويق الثقافي أيضا بيعمل على تطوير استراتيجيات تسويق تستهدف الجماهير بشكل أكثر فعالية بناء على اهتماماتهم الثقافية. تحليل البيانات تعلق بالعادات الثقافيه والاستهلاكيه ده كله عاش في جانب الاقتصاد المنسج. التواصل بين الثقافات تقنيات الذكاء الاصطناعي الترجمه الاليه كسر حواجز مما يسهم في تعزيز التفاعل والتبادل على المستوى العالمي. دائما تراثنا ثقافي وعامل تمكيني للتنميه المستدامه زي ما قلنا مفهوم الثقافة ولكن نحتاج ساعد فكري وأدبي وفني ولغوي زي ما سبق الأستاذ نادي سعيد عاشور. المكتبات لها دور كبير جدا في هذا النوع من الاقتصاد اللي هي توفير مصادر معرفية. وأنا عجبتني في منصة أريد هنالك المكتبات الإلكترونية أيضا تسهم في هذا المجال من هذا النوع من الاقتصادات سواء كان في الكتب و الادب اللي يمكن كثير من زملائنا ارسلوه. يعني الورش والندوات برضو بنلقى دائما ورشه وندوه ويصاحبها مؤتمر ويصاحبها كثير من عروض ثقافيه للمجتمعات المختلفه. البحث العلمي نفس الشيء العلاقه بين الثقافه والتنميه الاقتصاديه. التنوع البيولوجي التفاعل مع الإنسان نفسه ما بينه وما بين بيئته. يعني التنوع البيولوجي سواء كان اللاندسكيب الطبيعي الجبال يتأثر بطبيعة الجبال وغيره. عشان كده في ما يسمى بالسياحة الجبلية بعض هذا النوع الاقتصاد الصحاري
لكن فيها كثير من انواع الكائنات. الانسان ابدع في الفنون بتاعته، الاداء والادب بتاعه كان وفق هذا التنوع الحيوي الموجود او البيولوجي الموجود. الاقتصاد والتراث الثقافي للماء، الصورة دي أي لو شخص زار إسبانيا اللي هو في بيسموه بحر السباع، اللي هو دي موجود في إسبانيا يعني، فبني يعني قبل يمكن فئة من 629 في الهجرية يعني، كان يعني يمكن في شكل ساعة هو موجود. فده إبداع المسلمين صراحة في هذا الطراز من أنواع البهو الموجود في مصر. الأفلاج موجودة في سلطنة عمان، يمكن أكثر شيء موجود يعني، تعكس هذا النوع من الإرث الثقافي المائي الموجود، ما يبدو يعتبر ضمن الاقتصاد البنفسجي. السواقي أو النواعير سواء كان في الفيوم وغيره في كثير من الدول خاشف الاقتصاد الجانب أو التراث الثقافي المائي اللي هو ضمن الاقتصاد البنفسجي. في التطبيق الدارجي ده جزئية، ممكن بعض الدول طبقت هذا النوع من الاقتصاد، وكان له دور رائد جدا وكبير جدا، والكل شاهد كأس العالم، آخر كأس العالم كان في قطر، يكاد تمثل مسألة الاقتصاد البنفسجي بكل ما ذكرناه سابقا يعني. فده ظهر لنا جليا في كأس العالم، كان في تعزيز للثقافة المحلية، ويمكن كان في دخل. انا ما زي ما قلت، انا بركز على اطار المفاهيم، ما ركزت على الجانب المالي، لانه فعلا كان في هنالك مبالغ ضخمه جدا حققها هذا النوع من الاقتصاد البنفسجي عندما طبق في كأس العالم، وكان اشياء يعني لاول مره في تاريخ امتنا العربيه الاسلاميه في هذا المنشط انا ابرز هويتي بصوره ممتازه قيمه. استدامة الملاعب كانت بصورة ممتازة جدا، عزز الاقتصاد البنفسجي. الاستثمار في الصناعات الإبداعية، فنون وتصميم وترويج للمنتجات المحلية، الابتكار في التصميم، كان الملعب نفسه يعني تأثير الاقتصاد المحلي كان في إبداع فيه، الترويج للأثار الثقافة ثقافتنا العربية والخليجية، المبنى حتى نفسه تصميمه كان على اللي هو مستوحى اللي هو استاذ تماما من القحفيه دي، اول الهلال الطاقيه مستوحى من هذا التصميم التقليدي، عبر عن الاقتصاد البنفسجي في نص تصميم خيار تعبير. القران الكريم لاول مره في كاس العالم، هذا الرجل المبدع حفظه الله، نسال الله ان يديه الصحه والعافيه يعني، يعني يتلو ايات الله الذكر او زي الله سبحانه وتعالى في أضخم مجال كوش الكرة الأرضية دي يعني. التراث التقليدي المتعارف عليه كنوع من الفنون ده إرث برضه ثقافي مربوط بالمجتمعات، اللي هي الصناعات اليدوية التقليدية. السعودية المملكة العربية عندها رؤية 2030 الاقتصاد البنفسجي ضمن آليات العمل الوطني، سواء كان كجزء من آليات القوى الناعمة للمملكة أو كمساهم اقتصادي مميز في مجال التوظيف والنمو، وكذلك في المسألة بتاعت التصميم وتخطيط الدنيا. ده نوع من أنواع الاقتصادات البنفسجية اللي هو الإرث الحضاري والأشياء الموجودة في المتاحف وغيره عبر عنها. في مصر أصبحت الصناعات الثقافية والإبداعية دور مهم في الاقتصاد، تسهم بنحو مليار وربع المليار دولار من إجمالي الصادرات المصرية بتقرير انتيكات صادر عام 2018. كذلك اولت استراتيجيه التنميه والاستدامه اللي هو رؤيه مصر 2030 اهتماما واضحا بالصناعات الثقافيه. بدون مؤاخذه يعني هذا الحذاء من الزحف النخيل، الزحف النخيل، ونحن نستورد بعض الاشياء اللي يمكن من خارج دولنا وبمبالغ تكاد بالدولارات الغاليه او المبالغ اللا غاليه، وعندنا احنا الجريد النخيل اللي يمكن احنا نقطعه في مواسم معينه نستفيد منه في انتاج هذا النوع من الاحذيه بدل يرمى ويمشي على مزبله او غيره يعني، الاواني الفخاريه زي ما قلت والاساس وغيره.
سلطة عمان من الدول الرائدة في هذا المجال لعمل في مؤتمرات دولية وعالمية في هذا النوع من الاقتصاد. بالتالي بعتبر الاقتصاد البنفسجي يسهم في بناء مجتمع يتحول من اتكالية والريعية إلى مجتمع فاعل ينهض بوطن أمته من خلال منهجيات تحفيز تقوم على الجذب والاستكشاف للممكنات. وبالتالي الوظائف البنفسجية اللي هي مرتبطة بالبيئة الثقافية الذين يعملون في مجال الهندسة المدنية ومطوري المدن. دي كلهم مسمينهم وظائف بنفسجية. وكذلك الجانب الفن والألوان والتراث وفن الطهي كله خاش في هذا الجانب، وهذا يمكن نشرة مفاوضات الأرض للدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي قال مخيسة في توي الأمين العام للأمم المتحدة لتيار التنمية إن مجتمع التنمية ينبغي أن يعترف بالقيمة الاقتصادية للصناعة الداعية. حتى هم نفسهم قالوا هذا الكلام. لازم يكون في دور لوزارة الثقافة، وزارة التخطيط الحضري للدول العربية والإسلامية، دمج البعد الثقافي في الاقتصاد البنفسجي. لازم يكون في دور لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم الثقافية سيسكو، اللي هي عندها برنامج عاصمة للثقافة الإسلامية تستند سنويا إلى 3 مدن إسلامية عريقة في العالم العربي وأفريقيا وآسيا في احتفالات قد اختيرت مكة المكرمة كأول عاصمة للثقافة حين انطلاق البرنامج. كذلك كثير من منظمة اللي هي سيسكو طلعت في مايو احتفالية شوشة عاصمة الثقافة العالم العربي أنظمتها وزارة الثقافة الأذربيجانية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والآلاء والعلوم والثقافة إطار الأمم المتحدة للاحتفال بالعاصمة الثقافية. ده عكس تراث تراثنا العربي والإسلامي والكثير من الدول حتى ليست موجودة معنا هنا في يعني مثلا كإقليم مثلا، عكست حتى دولنا العربية الأخرى أنشطة الثقافية. يعني اليسكو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم فهذه إحدى المنظمات جامعة الدول العربية تعتبر كهيئة معنية بالحفاظ بالثقافة العربية بقارة تونس. المؤتمرات العلمية المحلية لازم يكون عندها دور في مجال الاقتصاد النفسي. والله صديقي أريد أنا بعتبر من هذه المحاضرة تدوها الآن في بناء الاقتصاد البنفسجي وتبنيه، لأنها هي نفسها رائدة في هذا المجال من خلال حتى المحاضرات السابقة. فأنا أقول لها دور كبير جدا أن تنهض بهذا المفهوم. في الختام أقول الهوية الثقافية العربية والإسلامية جزء أساسي من التراث الإنساني، وتستمر في التكيف والنمو في مواجهة التحديات والتغيرات. هذه الهوية توفر شعورا بالانتماء والخصوصية الثقافية للأفراد والمجتمعات، وتعد مصدرا غنيا للمعرفة والقيم مجعله أساس هذا اللون من الاقتصاد. أخيرا ما أطيل توصياتي الحاجة إلى توجيه بحوث الاقتصاد الملون خاصة البنفسجي نحو تطبيق العمل بصورة أوسع وأشمل مع اهتمام الدول والمنصات العلمية والبحثية بهذا النوع من الاقتصاد. أيضا زيادة قدرة الاستيعاب لسوق العمل على توجيه الطاقات والأصول البشرية من خلال مفهوم صناعة صانعي الوظائف لا طالبية الوظائف، وبالتالي تقليل العطالة ورفع آلية الاقتصاد الحقيقي وفق وظائف الاقتصاد البنفسجي. معناه لا بد أن نهتم بوظائف أيضا مطوري المدن مهندسين وغير مخططين المدن عشان فعلا يكون هنالك إصهار لثقافاتنا ولتراثنا الحضاري. تمكين الاقتصاد النفسي خلال حماية الملكية الفكرية وخلق الأدوات التجارية التي تمكن المبدعين من تسويق إبداعاتهم الثقافية. ومنصة أريد خير دليل على ذلك. يعني مهما كان نقول منصة أريد لها هذا الدور. الاهتمام بالسياحة البنفسجية من خلال استخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام والحفاظ على البيئة. بالتالي دعم المجتمعات المحلية وتعزيز الاقتصاد المحلي وعكس الموروث الثقافي لمجتمعاتنا العربية والإسلامية.
أخيرا يعني وليس آخرين. يعني أنا أتمنى أكون يعني كتبت وقد أيقنت يوم كتابي بأن يدي تفنى ويبقى كتابها، فإن عملت خيرا ستجزى به، وإن عملت شرا علي حسابها. مشكورين، بارك الله فيكم، جزاكم الله ألف خير. يعني نعم دكتور، جزاك الله عنا كل خير وبارك الله فيكم على هذه المحاضرة القيمة الرائعة، ونسأله تعالى أن يكتب ذلك في ميزان حسناتكم. اللهم امين. حفظكم الله دكتور، بارك الله فيكم. نعم أحبتنا الكرام، نصل معكم الآن إلى فتح باب المداخلات والاستفسار لمن أحب أن يستزيد من هذا العلم الرائع والطيب، فنرجو رفع أداة اليد أو كتابة السؤال أو الاستفسار في صندوق الدردشة الشات. نعم أحبتنا الكرام، من أراد أن يشارك فليرفع أداة اليد أو يطرح سؤاله مباشرة في صندوق الدردشة الشات. نعم في عنا المداخلة الأولى، الدكتور عبد الكريم تفضل. تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام، حياك الله. مساءكم سعيد جميعا. معكم الدكتور عبد الكريم بناو، رئيس قسم المكتبات والمعلومات في جامعة بنغازي ليبيا. أنا حبيت فقط يعني أثني على موضوع المحاضرة، لأنه هو طبعا أحد الموضوعات المهمة التي يعني نهتم بها في الآونة الأخيرة، وحبيت فقط يعني نقدم جزيل الشكر على اهتمام منصة أريد بهذا الموضوع، وكذلك المحاضر وأسلوبه الشيق والمعطاء في هذا المساء العلمي الجميل. شكرا لكم وأحييكم مرة أخرى، وليلتكم سعيدة. شكرا شكرا، بارك الله فيكم دكتور عبد الكريم على هذه المداخلة الطيبة الرائعة، بارك الله فيك. أظن في عندنا صندوق، في صندوق الدردشة عفوا، سؤال يقول من الدكتور أشرف أحمد، سؤال يقول: كيف نفرق بين الاقتصاد الأخضر والبنفسجي؟ نعم دكتور طارق، السؤال، هل أعيد السؤال؟ دكتور طارق بس لو تفتح المايك لطفا. واضح؟ نعم الآن واضح. السؤال يقول نعم. عفوا دكتور: كيف نفرق بين الاقتصاد الأخضر والبنفسجي؟ طيب، زي ما قلت أنا، الاقتصاد الأخضر جاء نتيجة لوجود ملوثات كبيرة جدا، وجاء يعالج مشكلة الاقتصاد الأخضر أثناء البني. فزي ما ذكرت أن هنالك تكامل ما بين الاقتصاد الأخضر والاقتصاد البنفسجي. الاقتصاد الأخضر بيعالج كثير من القضايا البيئية، اللي هو المشاكل البيئية بيحولها إلى منتجات مرات. وزي ما قلت برضو، الاقتصاد الدائري جزء من الأخضر، فكثير من إعادة تدوير لكثير من منتجاتنا بتعكس إبداع، والإبداع جزء من الاقتصاد البنفسجي. يعني أي شيء، فكرة نتيجة لاستخدام مورد معين، مادة معينة. يعني مثلا أديك مثال، أنا أحيي هنا صراحة البروفيسور محمد عبد الله رايح، وهو من علماء البيئة. يعني هذا الرجل صور أخذ لقطة صورة لأكياس بلاستيك في موقع يكاد يعني أصبح بالموقع نفايات. حول الصورة دي إلى صورة يكاد تكون نوع من الرسم، تلاعب فيها ببعض الاشياء بالكمبيوتر يعني، فنتجت لوحه رائعه جدا تباع بالدولار. فقام عالج مشكله، عاوش عكس ان هنالك مشكله معنيه بمشكله النفايات المفترض يحصل لها نوع من استغلال او استخدامها بطريقه فعاله. ففي ناس من خلال اعاده التدوير و
إعادة الاستخدام بيحصل إبداع. الإبداع ده خاشف الاقتصاد البنفسجي نفسه اللي هو الموروث. يعني بحاول أنا أعمل له أشكال، يعني في ناس بيشيلوا الصناديق بتاعت الموجودة في كرتون، بيحاول يعمل منها مبنى بتاع عمارة حسب بيئته، هو بيشكل فيه بيئته. وبالتالي عشان كده قلت حتى المصممين والمخططين داخلين في هذا النوع من انواع الاقتصادات، فبالتالي حصل تكامل ما بين هما الاثنين، الاخضر والبنفسجي والبني كمان مع بعض ثلاثه. نعم دكتور، حفظكم الله، بارك الله فيك. ما زال باب المداخلات والاستفسار أحبتنا الكرام، لمن أحب أن يستزيد فليتفضل برفع أداة اليد أو أن يطرح سؤاله مباشرة في صندوق الدردشة الشات. نعم أحبتنا الكرام، من أحب أن يطرح سؤالا فليتفضل، ومن ثم إن شاء الله نشرح طريقة الحصول على شهادة هذه المحاضرة القيمة. طيب، في معنى مداخلة من الأستاذ أشرف أحمد، تفضل. تفضل السلام أستاذ. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أنا بشكركم جميعا والله على الدعم المتواصل لينا والمحاضرات القيمة اللي بنشوفها ديت وبنسمعها، بصراحة يعني دعم كتير خالص يعني. فبالتوفيق ليكم ولحضراتكم جميعا وللسيد المحاضر الدكتور طارق. هو بس هو كتر خير والله، هو يعني محاضرة قيمة خالص والله بخصوص الاقتصاد البنفسجي. وأنا كنت سألت من قريب يعني، سألت ايه الفرق بين الاثنين، ولكن انا برضو عندي لسه في لبس. هل الاقتصاد الاخضر خاص بعملية التدوير بحيث ما يكونش فيه انبعاثات غازية او انبعاثات بتسبب الاحتباس؟ نعم، الاقتصاد الاخضر زي ما ذكرت هو خفض الانبعاثات اساسا نتجه، اللي هو البنى كان بيستخدم وقود احفوري. الاقتصاد الاخضر جاء يعالج مصادر الطاقه ايضا، هي الطاقه المتجدده، فعشان كده موجود تحته الاقتصاد الدائري. الاقتصاد الدائري جزء من الاقتصاد الاخضر، عشان كده ما ذكرت انا مساله التدوير، لانه هي جزء من الاقتصاد الاخضر اللي هو الدائري، اللي هو اعاده التدوير، فربطت لك الاثنين مع بعض. فالاقتصاد الاخضر جاي تخفيض الكربون اساسا، خفضه خفض الانبعاثات الكربونيه، وبالتالي النفايات نفسها لما لو مشيت وديت المراديم هتكون برضو ايضا هنالك ملوثات او تلوث حتى لو وديت المراديم نفسها. فكل الدول الان بدات تتجه الى شبه نقول على زيرو ويست، يعني انا احاول استفيد من هذه النفايات، استفيد منها سواء كان في اعاده التدوير واعاده الاستخدام وانتاج الطاقه، فدي كلها بتدخل فيها ناس مخططين، يعني في تكامل بيناتهم، يعني المخطط والابداع بيدخل معهم مع بعض. يعني حتى الابداع في الشكل الخليه نفسه، الخليه اللي بيعدوا فيها النفايات دي نفسها بيكون في شكل ابداع كنوع من تطوير انواع المدن نفسها، يعني رغم ان العالم بيتجه الان بتقليل المراكم بتاعت النفايات ويشجع على الابتكار في اعاده استخدامها، وده التكامل به هنا بياتي. اشجع اعاده الاستخدام واعاده التدوير، بيكون على صور مبدعه. انت الابداع ده جدا جزء من الاقتصاد البنفسجي اللي هو بيعكس موروث الشخص او البيئه الداخله المنتجة لهذه النفايات نفسها. يعني نعم، بارك الله فيكم أعرف دكتور. واضح إذا كان. نعم، جزاك الله خير. طيب، في معنى أيضا مداخلة من الدكتورة مريم العجمي، تقول: كيف يمكن تحقيق التوعية المجتمعية بالاقتصاد البنفسجي، وما هي العناصر والمقومات المطلوبة لجعل الاقتصاد البنفسجي حالة مجتمعية عامة؟ واضح طيب السؤال؟ بالنسبة، نعم، التوعية زي ما ذكرت مهمة جدا جدا، وزي ما أقول هو اقتصاد شامل.
الجانب بتاع الثقافة بتاعتنا في كثير من الثقافات الواردة، يعني لا تمثلنا نحن كمسلمين وكدول عندنا عاداتنا وتقاليدنا، تدخيل على العادات. هنا بتلعب دور كبير جدا المنظمات المجتمع المدني برضه هشة في الجانب التوعوي، المؤسسة التعليمية عندها دور، الجامعات لها دور، المنصات حتى العلمية زي ما قلت لها دور جدا في مجال التوعية بالاقتصاد البنفسجي. أهم شيء أنا بقول وزارات الثقافة في الدول العربية هي يكاد عليها الأمر الأكبر في هذا المجال، وعندها معظم اللي يكاد جزء من الوزارات كبيرة جدا جدا عندها مجالات التوعية بحسب النشاط بتاع المؤسسة نفسها. فوزارة الثقافة أنا بعتبرها هي العمود الفقري في هذا الجانب التوعوي، لأن هي اللي يمكن تحاول تحافظ على الموروث بتاع الثقافي، واللي هي يمكن تهتم بالموروث الثقافي. فأنا بعتبر الجانب ده على المجتمع، على الوزارة أو الحكومة نفسها، على منظمات المجتمع المدني، شغل تكاملي. يعني ما ممكن تقوم بجهة واحدة ويسقط على الباقين. فجانب التوعية دائما جانب مضمون من اتجاه واحد، من عدة جهات مع بعض تعمل عشان فعلا أبلس هذا الجانب الابداعي. مطورين المدن انا شايفهم لابد للاسف الشديد ما كل الجامعات يكاد فيها التخصصات المعنيه بهذه الروابط التطويريه الحديثه. يعني نظام ليت مثلا ده واحد من الانظمه اللي يحتاج توعيه المطورين المدن فيها، يعني اللي هو الجانب التخطيطي فيها. فهنا التخطيط الوزارات التخطيطيه برضه تخش في جزء تكامل مع مخططين المدن نفسه، عشان انا اوعيهم بدورهم، ما يجي به تخطيط يشكل ثقافه غير ثقافتي انا العربيه والاسلاميه. يعني في نعم ممكن تحصل نوع من الدمج الحاضر بالمستقبل او الحاضر بالماضي، يعني يكون الاثنين مع بعض، يعني الحفاظ على الموروث القديم لكن بنوع من التجديد، في بالذات بيظهر لي في الجانب بتاع المباني في تطوير المدن بيظهر الكلام ده. فالجانب التوعوي جانب ليس لشخص معين او فئه محدده، انما دور متكامل لكل المنظومه، سواء كان وزارات، منظمات، مجتمع مدني، مجتمع محلي، فكلهم يلعبوا هذا الدور. نعم دكتور، بارك الله فيكم. في أيضا معنا أسئلة في صندوق الدردشة الشات. في الدكتور عبد الكريم يسأل مرة أخرى، هل هناك اختلاف بين الجنسين فيما يتعلق بثقافة الإسلام في مجال الاقتصاد البنفسجي؟ وأيضا الأستاذ يحيى يقول، هل هناك سياسات وإجراءات متبعة بشكل معياري للاقتصاد البنفسجي؟ نعم تفضل دكتور، الله يحفظك. طيب زي ما قلت يمكن في عبارتي الاولى، للاسف هو بدا بانه مساله تبكير. الاسلام لم يمنع مثلا عمل المراه بصوره عامه، لكن يعني ما الطريقه اللي يمكن احنا بنشاهدها في كثير من المواقع. فدعم تبكير المراه في مجال العمل مهم جدا، ولا بد انه الناس تهتم بهذا الجانب، فيهم الجنسين. فعشان كده بعتبر انه الاقتصاد البنفسجي لا يختص بشخص معين محدد، انما للجنسين. السياسات المتبعه يمكن زي ما ذكرنا في المتبع في كثير من الدول، انهم ربطوا ما بين الوظائف نفسها، وظائف الدول مع بعض، الوظائف الموجودة في كثير من الدول، أنه وضعوا تمكين المرأة برضه في كثير من المؤسسات الحكومية الموجودة. يعني فدي جزء من يسموه اقتصاد القوى الناعمة، بتخش في الاقتصاد البنفسجي نفسه. السياسات بحاول أشجع الناس المبدعين في الصناعات التقليدية، السياحة نفس الشيء، شجع من تعزيز السياحة الخضراء والسياحة البنفسجية مع بعض. يعني كل أنواع اليكاد السياسات المعنية بالجانب البيئي والاقتصاد الأخضر، يعني هناك في ربط ما بينهم كل الاقتصادات دي مع بعضها. فتعتبر دي كلها من السياسات اللي بتخلينا نمكن من الاقتصاد البنفسجي.
زي ما قلت نفس ما ذكرت عن التوعية أذكر في وضع هذه السياسات، سياسات تضع وزارات مؤسسات حكومية تساعد بعض مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني. بارك الله فيكم دكتور. نعم. طيب، المداخلات الأخيرة أو آخر سؤال من أيضا الدكتور عبد الكريم، عفوا، هل هناك تداخل بين رأس المال الاجتماعي وثقافة الاقتصاد البنفسجي وأيضا استخدامات الألواح الطاقة الشمسية ضمن، هل هي ضمن الاقتصاد البنفسجي؟ طيب بالنسبة للطاقة الأخيرة الطاقة الشمسية تعتبر زي ما قلت اقتصاد ذهبي، لكن إذا دخل فيه ابتكار معنى الاقتصاد الذهبي بيعكس للمصمم، بيدخل فيه المصممين، التصميم بيعكس ثقافتك أنت كمجتمع محلي، إذا دخل فيه التصميم والتخطيط يعني ممكن أعتبر يعني في تداخل مع بعضهم، يعني الاقتصاد بتاع الذهبي اللي هو كان مقصد الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية وغيره، يعني طاقة الرياح لأنه مرات بيدخل فيها تخطيط المدن، يعني اللي هو اللاند يوز استخدامات الأراضي وخلافه، فربما يتداخل الاثنين مع بعض زي ما قلت لك، هو بيتداخل مع كل أنواع الاقتصادات عدا البني والفضي الأسود والأحمر، شوية ما بيتداخل معاهم لكن يكاد يشمل كل الاقتصاد الأخرى. رأس المال الاجتماعي له دور كبير جدا والمجتمع له دور كبير جدا في هذا الاقتصاد البنفسجي، وأنا بعتبر الحكومة لابد أن يكون داعم برضه لهذا النشاط من ناحية بالذات رأس المال الاجتماعي. نعم دكتور، بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا كل خير. طيب، أظن نكتفي بهذا العدد من المداخلات دكتور. إن شاء الله ما شاء الله نعم، بارك الله فيكم دكتور، وجزاكم حياكم الله الله، عنا إن كل شاء الله خير. أكون قد أوفيت يعني، والواحد أوفيت بعد ووفيت أجاب وصفيت، مستفيد إن شاء الله. نسأل الله العظيم أن يكتب ذلك في ميزان حسناتكم. الله يبارك فيك، الله يبارك بارك الله فيكم دكتور، ونفع الله بعلمكم. نعم أحبتنا الله. الكرام، نصل معكم الآن بعد شكر جزيل للدكتور طارق حمدن الله أحمد على هذه المحاضرة الرائعة القيمة، والتي كانت بعنوان الاقتصاد البنفسجي واستدامة تنمية الهوية العربية والإسلامية. ننتقل سوية إن شاء الله لشرح طريقة الحصول على شهادة هذه المحاضرة، وقد تم وضع جميع الروابط الخاصة بالمحاضرة في صندوق الدردشة الشات. نعم أحبتنا الكرام، نشارك معكم الآن الشاشة. نعم أحبتنا الكرام، نقوم سوية بالدخول إلى محرك البحث جوجل ونكتب في خانة البحث منصة أريد العلمية، فتظهر بالصورة الواضحة أمامكم، ولمن كان عضوا مسجلا في المنصة فبإمكانه الضغط على تسجيل دخول ويطلب منه البريد الإلكتروني وكلمة المرور. ينتقل بعدها مباشرة إلى الصفحة الرسمية للمنصة. أما لمن لم يلتحق بركب المنصة، نعم أستاذة شريفة، أرجو أن لا توقفي التسجيل. نعم أحبتي الكرام، عذرا على هذا الخلل. بالنسبة للأعضاء الذين لم يسجلوا بعد في المنصة فبإمكانهم الضغط على سجل مجانا من أسفل الشاشة أو تسجيل حساب جديد، ويتطلب الأمر بضع معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية وبريد إلكتروني فعال وكلمة مرور وتأكيدها واختيار بعد ذلك الدولة التي نحن فيها. نضغط بعد ذلك على زر التسجيل فتقوم المنصة بإرسال رابط تأكيد الحساب إلى البريد الإلكتروني.
وبمجرد الضغط على هذا الرابط نؤكد الحساب ونصبح أعضاء رسميين في المنصة. وهناك أيضا شرح مبسط لعملية التسجيل مرفقة في أعلى هذه الصفحة. ننتقل بعد ذلك أحبتنا الكرام إلى الصفحة الرئيسية للمنصة أو ما يعرف بالحائط، ونختار من الطرف الأيمن لها نظام عليم. نختار نظام عليم من الطرف الأيمن للشاشة، وننتقل بعد ذلك إلى أقسام نظام عليم التي تظهر أمامكم. هذه هي أقسام نظام عليم، نختار منها المحاضرات القادمة. المحاضرات القادمة، فننتقل إلى المحاضرات، جميع المحاضرات التي قدمت وستقدم إن شاء الله في المنصة في قادم الأيام. نختار المحاضرة التي نحن بصددها، الاقتصاد البنفسجي واستدامة تنمية الهوية العربية والإسلامية، ونضغط على الرابط، فننتقل إلى رابط الحضور والشهادة، ويظهر قبل ذلك هنا زر مكتوب عليه التسجيل. نضغط على التسجيل، ومن ثم نقوم بتحديث الصفحة، فتظهر لنا روابط خاصة بالشهادة باللغتين العربية والإنجليزية. نقوم بإصدار الشهادة وتظهر بهذه الطريقة. نعم أحبتنا الكرام، هذه الشهادة برسوم رمزية قدرها 5 دولارات فقط، وهذه الرسوم هي فقط لاستمرارية عمل المنصة. وأيضا ننوه أحبتنا الكرام أنه من يمتلك العضوية الاحترافية فبإمكانه تحميل جميع الشهادات مجانا. نعم أحبتنا الكرام، يستطيع تحميل الشهادة مجانا، وهذا هو النموذج الخاص للشهادة باللغة العربية، وأيضا النموذج الخاص للشهادة باللغة الإنجليزية. أيضا أحبتنا الكرام، لمن يسأل عن طريقة تعبئة الرصيد في المنصة فبإمكانه الضغط على علامة الزائد من أعلى الشاشة، فينتقل إلى صفحة تعبئة الرصيد في المنصة. وهناك عدة طرق، منها عبر أعضاء أريد أو البطاقة الائتمانية أو البايبال، شركاء الحوالات المالية التي توجد تقريبا في كل دولة شريك من شركاء المنصة. وأيضا يمكن التعبئة عن طريق الويسترن يونيون، وهناك فيديو مرفق يشرح بطريقة مفصلة طريقة تعبئة الرصيد في المنصة، بإمكانكم العودة إليه. أيضا أحبتنا الكرام، تم وضع رابط تقييم هذه المحاضرة، وبإمكانكم الضغط على الرابط مباشرة، فننتقل إلى النموذج الخاص بتعبئة أو بتقييم عفوا المحاضرة، ونجاوب على الأسئلة، ومن ثم نقوم بإرسال النموذج إلى المنصة. أيضا أحبتنا الكرام، سنقوم إن شاء الله برفع التسجيل لهذه المحاضرة على الموقع الرسمي للمنصة على اليوتيوب، وهذا هو الموقع. وأيضا تم وضع الرابط الخاص بالمنصة أو رابط المنصة على اليوتيوب في صندوق الدردشة الشات، وتدخلون هنا إلى الفيديو وتشاهدون إن شاء الله التسجيل للمحاضرة بإذن الله غدا. حتى لمن أحب أن يستزيد من هذه المحاضرة يمكنه العودة إليه. نعم أحبتنا الكرام، في ختام هذه المحاضرة القيمة التي قدمها لنا الدكتور طارق بن الله أحمد حول الاقتصاد البنفسجي واستدامة تنمية الهوية العربية والإسلامية، لا يسعنا إلا أن نعبر عن بالغ شكرنا وتقديرنا لهذا الطرح الشامل والمهم. لقد استعرضنا اليوم العديد من المفاهيم الأساسية التي تربط بين الهوية الثقافية والتنمية الاقتصادية، وأدركنا كيف يمكن للاقتصاد البنفسجي أن يكون نموذجا ناجحا لتحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على القيم والتراث. لقد سلطت المحاضرة الضوء على مفاهيم جديدة وأمثلة تطبيقية أثرت تفكيرنا وزادت من وعينا بأهمية الجمع بين الابتكار والتخطيط السليم من أجل حماية هويتنا العربية والإسلامية في عالم يتسارع فيه التغيير.
إن هذا اللقاء كان فرصة غنية لنا جميعا للتفكير في كيفية مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية دون التخلي عن هويتنا وأصالتنا. ومع نتائج هذه المحاضرة، فإن أمامنا مسؤولية كبيرة للاستفادة من تلك الأفكار وتطبيقها في مجالات عملنا وحياتنا اليومية. ختاما، نتوجه بالشكر مجددا للدكتور طارق على مساهمته القيمة، وللحضور الكريم على تفاعلكم واهتمامكم. نسأل الله أن يوفقنا جميعا في مساعينا نحو بناء مستقبل أفضل لأمتنا وللأجيال القادمة، يحافظ على الهوية ويحقق التنمية المستدامة. نعم أحبتنا الكرام، نختم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإلى لقاءات تتجدد، والسلام عليكم ورحمة الله.